أود في البداية أن أجدي الشكر الجزيل لكل ضيوف المهرجان مرة أخرى، وكذلك لكل السلطات التي لا زالت معنا تتابع فعاليات المهرجان. نحن في السينما دائما نصر على أن نكون وجيزي وأن الصورة هي التي تكون فاعلة في كل الميادين. على أي حال، عندما الحديث عند نجيب الشرايبي أو المرحوم محمد نجيب الشرايبي، وكما تفضلت الأستاذة هدى الشاجوة التي تحدث عن يحيى السعيدي، لم أطلب منها ولم أكن، فهي صاحبة الدار وأخت المهرجان، واستطاعت أن تؤسس بكثير من الأشياء. فتحية لهدى الشاجوة على كلمتها الرقيقة في حق المرحوم يحيى السعيدي. الكلمة التي أنا تحدث عنها، وإن كنت سأختصر فيها فقط على بعض الجوانب، وزوجته وابنه حاضرين هنا في هذه القاعة لثقافة كذلك لترجمة ثقافة الاعتراف. لماذا ثقافة الاعتراف؟ لأن محمد نجيب الشرايبي منذ الدورات الأولى وهو جندي مجهول في دعم المهرجان. بكل اختصار وبكل تواضع أقول لكم، نحن ليس لدينا أسرار حتى يمكننا النفوذ بها. محمد نجيب الشرايبي عندما كنا نطلب منه بطائق تذكرة لبعض الضيوف يتفضل بها، بطائق للطيارة، وكان يشتغل في واحد وكالة، مسؤول كبير ومؤسس لأكبر وكالة كانت في مدينة مكناس، أكبر وكالة في مدينة الناس، وكان دائما يقدم لنا تذكرتين او ثلاث او على الاقل تذكره واحده، وحتى اذا كانت الظروف ربما لا تتاح يذهب معنا الى بعض الجهات حتى نحضر على هذه التذكرات. محمد نجيب الشرايبي في الدوره الاخيره قبل ان يتوفى رحمه الله بالوباء اللعين كوفيد بطبيعة الحال، قدم لنا الكثير من الأشياء، الكثير من الأعمال، والكثير من بكل إخلاص وبدون أن يطلب منا شيء، يعني بمعنى بنكراني ذات. محمد نجيب الشرايبي الكل يعرفه بابتسامته كذلك، وبلبقاته وبسخائه، بماذا؟ سخائه. فهو دائما حيث يجي فنان ولا جوج ولا ثلاثة كيقول لي هذو خليهم عليهم، هذو أنا سأتكلف به، إلى غير ذلك من الأشياء. صحيح لا مرد لقضاء الله، نترحم عليه وندعو له بالمغفرة والرضوان. شأنه شأن بقية الذين دعمونا، صلاح الدين الغماري، يحيى السعيدي وغيرهم الذين وقفوا بجانبنا، والذين أسسوا معنا هذا البنيان، بنيان مهرجان الكنيسة الدولي لسينما الشباب. لا أطيل عليكم، أطلب من بسمة أن تنادي على زوجة المرحوم محمد نجيب الشرايبي، فتتفضل. مشكورة. وزوجته ما بغيتش نتحملها في المهرجان، هي بدورها كانت